مشاهدينا أهلا بكم في الأخبار الاقتصادية. ذكرت وكالة مودز لخدمات المستثمرين أن الوضع الائتماني لدولة الكويت مدعوم باحتياطيات مالية استثنائية واحتياطيات نفط وغاز بتكاليف إنتاج منخفضة ومستويات دخل عالية. وأشار تقرير مودز الصادر مؤخرا إلى أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت فوق مستوى A1 في حال تحسن آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيدا عن النفط، لافتا إلى أن أي تغيير إيجابي يطرو على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز من الفاعلية السياسية والقدرة الحكومية، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يرفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت.